يأتي تنظيم منتدى مستقبل العقار والذي سيعقد في مدينة الرياض بتاريخ 23 و24 فبراير 2022 كحدث هام لجميع المهتمين بقطاع المقاولات والعقار. نساهم في الهيئة السعودية للمقاولين بالمشاركة في هذا المنتدى انطلاقا منا وإدراكا لأهمية مثل هذه المنتديات في ردم الفجوة ما بين جميع المهتمين والفاعلين في هذا القطاع. وسنستعرض بإذن الله خلال هذا المنتدى قائمة من الخدمات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمقاولين والتي تساعد قطاع العقار، ونذكر منها على سبيل المثال خدمة البحث عن مدراء مشاريع، خدمة طرح مشاريع القطاع الخاص، خدمة العقود النموذجية والتي تنظم العلاقة ما بين المقاول والمستفيد، كذلك خدمة الخدمات الاستشارية، مؤشر الأسعار والعديد من الخدمات والمبادرات الأخرى. نؤمن في الهيئة السعودية للمقاولين بأن إقامة مثل هذه الملتقيات والمنتديات يساهم في إثراء المعرفة لجميع الفاعلين والمهتمين بهذا القطاع، ونتمنى لجميع الفاعلين والحاضرين في هذا المنتدى التوفيق والسداد.